الجمهور احنا يعني عندنا ما تقدرش توصف الجمهور الجزائري في كلمه اللي ما تقدرش توصف الجمهور يعني كما شفت المباراه امام منتخب السنغال احنا خاسرين ثلاثه اهداف لصفر ولكن طول 90 دقيقه مازالوا يشجع فينا ومازالوا مامن بينا يعني انا واش نقول لهم بلي ديروا فينا الثقه وامنوا بينا يعني وحنايا نديروا اللي علينا والباقي على ربي ان شاء الله